خاصة بالمنطاد نظم نادي الرياضات الجوية الملكية الأردنية رحلة في سماء وادي رم، حيث الطبيعة الجبلية الخلابة والمناظر الرائعة. ما بين الحلم والحقيقة، كانت انطلاقة رحلتنا في عمق صحراء وادي رم. نسير بخطى متسارعة لاستكشاف سر المكان والزمان. بدأنا صعود المنطاد وشعور البهجة والمرح يخالجنا، حيث بدأت الشمس تنسج خيوطها الذهبية على قمم جبال وادي رم الشاهقة. إنها المرة الأولى التي أحلق فيها بالمنطاد، وينتابني الشعور بالفضول الشديد، إلا أنني أعتقد أن هذه المناظر الخلابة ستجعل من هذه الرحلة أمراً في غاية الروعة. لأول مرة حاسة أنه الشعور خوف شوي، بس دايما المفاجآت والشعور يكون الواحد طاير فوق شعور مثل، وهاي كتير بتأثر بشخصية حتى الأطفال لما يعملوا هيك مغامرات حلوة كتير. حلقنا في سماء رم نناظر جمال الطبيعة الفاتن بجبالها وأوديتها وتلالها الرملية القديمة الشبيهة بسطح القمر. نظرات إعجاب ودهشة ألقت بظلالها على الجميع بعدما لمسنا صفاء الطبيعة وسكونها. صراحة أحلى من هذا المنظر، والشعور إنك تكون قاعد عم تطلع، سبحان الله، يعني أحلى من هيك منظر ما في، وتكون بتصور كمان، يعني this is بسموها photographer's heaven، يعني أحلى شيء بالدنيا. أحلى مناظر بالدنيا اللي هي في الأردن، يعني مفاجأة وإشي غير متوقع، ولازم كل واحد يطلع هذه الرايد. إحساس غاية في المتعة والإثارة ينتاب السائح إذ يغوص في فضاء الكون الساحر، فتبهره روائع تضاريسه الأخاذة وصخوره المتناثرة. في رحلة خاصة بالمنطاد إلى سماء وادي رم الرائع بالتراث والتاريخ وعمق الجذور والأصالة العربية التي تحاكي الحضارات المتعاقبة الممتدة عبر وادي رم الذي يلخص رومانسية الصحراء. من سماء وادي رم، محمود محارمة، التلفزيون الأردني. في ختام النشرة نذكر بالعناوين.